الصور تلتقط بلحظة لترافقنا مدى العمر، تحدثنا بصمت اللوحة عن قصة طويلة في الحركات، في العينين، في الأشخاص. توثق لحظات الفرح والسعادة والنجاح بحب، لحظات الحزن والحنين بكل أمل بالأفضل. لكن التوثيق فن والتصوير موهبة، والموهبة تكاد تكون طاقات كامنة لدى الشخص، إذا اكتشفها وجب عليه تطويرها والاستفادة منها. ولأن العين تلتقط الروح المشعة من الجماد، التقطت عيننا روحا في صوره، صدقا في موهبته، وحبا خالصا يتجلى في عدسته. يخبرنا أن الشباب طاقات تطل في صوره، أن العمر توقف لحظة ليلتقط صورة ومضى سريعا فبقيت الذكرى. تبدأ الموهبة التصويرية عند أغلب الناس بوسائل حسية بسيطة، اللي هي أهمها العين وشغف العين تجاه رؤية الجمال. بعدين بنتحول للوسائل التقنية اللي بتتدرج يعني عند كتيرين، من كاميرا الهاتف النقال، بعدين الكاميرات الديجيتال المضغوطة الصغيرة، كتير أنواع وسائل بنضل نتطور فيها لحتى نوصل لمجال الاحترافية، الكاميرا الاحترافية. طبعا ظهور الموهبة يعني ببلش انه من شخص عم يلتقط لقطات لرفخات لناس تخصه، مثلا لقطات بالطبيعة، تحسي انك انت عندك قدرة انك تبدعي او تعطي شيء حلو مع الايام اذا تطورت قدراتك. انواع التصوير الضوئي هي كتير نسبيا، رح نقول نحن اهمها هو تصوير ناتشرال لاندسكيب او الطبيعة. بهذا التصوير نحن بنجمع العناصر الطبيعية مثل الشجر، الأرض، الماء إن وجد، بنجمعهم مع بعضه بظرف إضاءة خاص ومعين لنعطي نحن لقطة تجذب المتلقي، مثل بأوقات الغروب ولقطات الغروب كتير عنا إياها في إلى رونق وخصوصية. عنا كمان التصوير القريب أو الماكرو فوتوغرافي، نحن بنصور فيه عن طريقة مثلاً شغلات كتير دقيقة وقريبة، مثل تفاصيل الوردة من جوا، عيون الحشرات مثلا، عيون الطيور. عنا تصوير الحياة البرية اللي منصور فيها نحن الحيوانات، بهي هذا النوع من التصوير بنحتاج فيه لنس زوما أو عدسة التقريب تبعها كبير، لنحن نقدر نوصل للحيوان وناخد اللقطة له بعفوية بدون ما يتضايق من وجودنا كمصورين. تصوير الأشخاص أو تصوير البورتريتس اللي هو هذا البحر بعالم التصوير بنعتبره، لأنه بهذا النوع من التصوير تبرز قدرة المصور عن ياخد الزاوية وياخد الزاوية الخاصة بجمال الوجه. احنا بنحتاج لأننا نوجهه للشخص، نعطيه النظرة، نعطيه الضحكة مثلا، شو لازم يسوي، كيف لازم يعين علينا، نتحرك لنوصل لزاوية معينة بتخصه. وهو هذا مثل ما خلت يعني أدق، هون بهذا النوع من التصوير الصراحة بتبين قدرة المصور. في عنا مثلا تصوير حياة المدن، يعني مثلا نعمل ألبومز كاملة عن حياة وروح مدينة معينة وكل شيء بخصها. عنا التصوير الليلي كمان، التصوير الليلي ما بنستخدم فيه فلاش، بنعمل فيه سرعة غلق من رتبة ثواني فما فوق، بحيث أن نسجل اللقطات الضوئية بتتابعات كبيرة. طبعا الغرض من الصورة الفوتوغرافية هي أنه تثبيت إحساس الشخص اللي عم يلتقط الصورة للحظات قليلة، وبعدين أنه هالإحساس ينتقل للمتلقين واحد ولا الثاني ولا الثاني، أنه نحن هيك بنكون جمدنا ثانية بتخصنا، يعني نحن أعطيناها منا إحساسنا، وعن طريقة بتوصل للمتلقين. طبعا عرض الأعمال التصويرية مثل كل أقراني بهالمجال هو عن طريق الفيسبوك، صفحات تصويرية بنعرض عليها أعمالنا.